وقد تضمن الأحكام الآتية: رقم 1، دمج صندوقي تقاعد موظفي الحكومة والتأمينات الاجتماعية في صندوق واحد، صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية. رقم 2، وقف الزيادة السنوية عن كافة المعاشات المقررة بموجب أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني. رقم 3، عدم جواز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة بموجب أحكام القوانين التقاعدية والتأمينية أو بين المعاش التقاعدي والراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانت خاضعة للاشتراك. رقم 4، تحديد الخيارات أمام صاحب المعاش المستحق في حال التحاقه بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون. رقم 5، فرض عقوبة الغرامة على كل صاحب عمل لم يؤدي الاشتراكات التأمينية وتمثلت مبررات الاستعجال في إصدار التعديلات الواردة بأداة المرسوم بقانون، وذلك على النحو التالي: اقتراب آجال نفاذ الصناديق التقاعدية، الزيادة الكبيرة في قيمة العجز الاكتواري، وعليه أوصل خبير المالي بتطبيق إصلاحات عاجلة تكون حزمة واحدة بدلا من الإصلاحات الفردية لمدى عمر الصناديق التقاعدية والتأمينية، الأمر الذي استوجب اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لا تحتمل التأخير. تأثر أوضاع منشآت القطاع الخاص بالظروف الصحية التي تمر بها مملكة البحرين وباقي دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد COVID-19 وما ترتب عليه من أزمة اقتصادية عالمية، الأمر الذي نتج عنه وقف بعض النشاطات وتوجه العاملين فيها للتقاعد وصرف مستحقاتهم التأمينية، الأمر الذي استلزم إجراء إصلاحات عاجلة تهدف إلى ضبط مصاريف الصناديق وخلق توازن بين الإيرادات والمصاريف التأمينية وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم حتى سنة 2086.